أنا وعيت في الدنيا على أني أخدم في الشركة هذه، ولا عرفت أي شغل ثاني غيرها. أبوي كان يشتغل دريول عند ناصر السفيري، وناصر السفيري على كثر ما كان متغطرس وشايف نفسه على أبوي، لكن هم كان له وقفاته وفزعاته له، يعني وقف مع أبوي كثير ومعانا كلنا. هو اللي رمم لنا البيت هذا لما كان بينهدم على روسنا، وهو اللي شغلني عنده بعد ما انطردت من الثانوية العامة، وهو اللي وقف معاي بأول حياتي وتكفل بزواجي. عقبها انتقلت وقمت أشتغل عند وصايف، قام تكلفني بكل شيء يخصها، كل شيء، حفلات، أعياد ميلاد، سفرات، تذاكر، فنادق، حتى الملابس كنت أشتري لي إياها، الماركات وغير الماركات، لين صرت ذراعها اليمين وقامت تثق فيني ثقة عمياء، لين خلتني أتجسس على ناصر السفيري لما عرفت بخيانته لها، وهي اللي خلتني بعد أتجسس على أبوك وأصور له فيديو علشان تهدده فيه. وأنا لا حول ولا قوة، عبد المامور، شو أسوي؟ ماشي مع التيار، ولا أنا قادر أواجهها، أو أن أنا أمشي عكس ما تحب. لكن لما حاولت أنها يتحرقت وقررت أن تسوي الشيء هذا، أنا ما رضيت وما قدرت أصلاً، لأن أنا ماني مجرم، ولا عمري بحياتي كنت مجرم. عشان كذي قررت أن أنا ما أوافقها بالشيء هذا، وأحصي كلامها وخاطر بكل شيء.